زي ما قلنا لحضراتكم الان تنضم لي ضيفه امريكيه المتحدثه باسم وزاره الخارجيه الامريكيه باللغه العربيه الاستاذه اريكا تشوسانو. اهلا بك يا استاذه اريكا. مرحبا. طيب بكره ان شاء الله الرئيس دونالد ترامب سيقدم رؤيه امريكا لمختلف القضايا التي تهم واشنطن، سيلقي الكلمة يعني كلمة الولايات المتحدة للمرة الثانية منذ توليه السلطة. ما هي الرؤية الأمريكية التي سيطرحها ترامب وستتضمنها كلمته غدا أمام الأمم المتحدة؟ شكرا جزيلا للاستضافة. طبعا الرئيس ترامب وأيضا الوفد الأمريكي خلال هذا الأسبوع سنركز على عدة أولويات مهمة مثل عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، هذا موضوع مهم، أيضا توفير المساعدات الإنسانية وأيضا تحقيق السلام والأمن في كل أنحاء العالم ومكافحة الإرهاب وأخيرا إصلاح الأمم المتحدة. فنتوقع أننا سنسمع من الرئيس ترامب هذه الأولويات، وخلال الأسبوع الوفد الأمريكي منخرط في عدة لقاءات واجتماعات لتقديم وليحقق نجاحات في هذه الأولويات. يعني أشرت إلى نقطة مهمة وهي إصلاح الأمم المتحدة. البعض ينتقد واشنطن لأنها تحاول، الإدارة الأمريكية تحاول أن تبدو وكأنها غير مهتمة بوجود هذه المنظمة الدولية، هل هذا الكلام صحيح؟ طبعا هذا الكلام غير صحيح. الولايات المتحدة تقدر الأمم المتحدة والقوة في الاجتماع، يعني في هذه الجلسات مثل هذا الأسبوع، فنحن طبعا سنكون منخرطين في عدة لقاءات. مثلا الرئيس ترامب سيعقد جلسة في مجلس الأمن حول عدم انتشار الأسلحة، أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية وإلى آخره، وأيضا بومبيو سيعقد اجتماع في مجلس الأمن حول موضوع مهم وهو ملف الكوري الشمالي. طيب نستكمل الحوار مع الأستاذة إريكا تشوسانو المتحدثة باسم الخارجية باللغة العربية في المكتب الإقليمي في دبي. يعني من كوريا الشمالية إلى إيران، هل ستكون هناك رؤية أمريكية جديدة تجاه الملف النووي الإيراني؟ طبعا الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران استراتيجية قوية وواضحة. نحن نريد من إيران أن تتصرف كدولة طبيعية ووقف نشاطاتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة. فإحنا طلبنا من إيران وقف دعمها للإرهاب، وقف الدعم للميليشيات في المنطقة التي تتدخل في شؤون الدول المجاورة، وأيضا في مجال الملف النووي طبعا نريد يعني تعزيز أنظمة التفتيشات لنتأكد أن إيران لن تقترب إلى امتلاك أسلحة نووية أبدا. فلذلك الولايات المتحدة ستتكلم عن الكثير من القضايا حول إيران هذا الأسبوع. ونسيت نقطة مهمة وهي أنه سنركز أيضا على الصواريخ الباليستية ووقف دعم إيران للميليشيات، يعني هي تزود مثلا صواريخ باليستية للهوثيين في اليمن. فهذا فقط مثال واحد من أمثلة كثيرة حول نشاطات إيران الخبيثة في المنطقة، وسنرى موقف حاسم من قبل الولايات المتحدة خلال الأسبوع. هناك حديث عن اجتماع مخصص لمناقشة الملف النووي الإيراني. نعم، يعني الوزير بومبيو سيعقد اجتماع وسيلقي خطاب حول إيران وحول الاستراتيجية الأمريكية، وطبعا يعني سنؤكد مرة ثانية يعني حملتنا الدبلوماسية القوية لفرض العقوبات على إيران، لمحاسبة إيران، النظام الإيراني لهذه النشاطات في المنطقة. والهدف هو أنه يعني نجمع الإجماع الدولي حول هذه الحملة الدبلوماسية وتأثير على تصرفات النظام الإيراني حتى يكون إعادة استقرار المنطقة. يعني البعض يقول إنه خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران ربما كان خطأ، ربما يعني كانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تعتمد أسلوب الحوار مع الإيرانيين من أجل الحصول على يعني نتائج إيجابية. هل تعتقدين بأنه الضغط على إيران سيأتي بهذه النتائج؟
طبعا الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي لأنه بالأسف هذا الاتفاق فيه ثغرات كثيرة. هناك ثغرات مثلا في مجال عدم وجود أي بنود حول الصواريخ الباليستية، هناك مثلا قيود على البرنامج النووي في إيران ستنتهي صلاحياتها بعد سنوات، ولا نريد ذلك. نحن نريد أن إيران لا تمتلك أسلحة نووية، فلذلك نحن نسعى إلى إبرام اتفاق قوي الذي يشمل كل نشاطات إيران الخبيثة في المنطقة. طيب ماذا عن ملفات أخرى ساخنة في المنطقة مثل مثلا ملف السوري؟ أرجو أن تتجه بنظرك إلى هذا المكان، هذا الاتجاه. أوكي. بالنسبة للملف السوري هناك. أوكي شكرا. عفوا. بالنسبة للملف السوري طبعا الولايات المتحدة يعني احنا كثير منخرطين في الملف السوري. نحن نشتغل في الأمم المتحدة من خلال دعمنا للعملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة وهي عملية جنيف والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، وهذا يطلب للإصلاح الدستوري في سوريا وإجراء الانتخابات حرة ونزيحة. ونريد يعني إنهاء الصراع في سوريا، نريد إنهاء هذا العنف الذي سبب معاناة الشعب السوري. فسنرى الكثير من الولايات المتحدة لدعم هذه العمليات السياسية. من ضمن يعني التطورات في الملف السوري اليوم، سيد جون بولتون المستشار الأمن القومي الأمريكي قال بأنه إقدام روسيا على تزويد سوريا بمنظومات دفاع صاروخية S-300 يعني يعتبر تصعيد خطير. هل هناك تفسير لهذا التصريح؟ طبعا الولايات المتحدة قلنا منذ البداية أننا نريد تخفيف التوتر في سوريا، لا نريد التصعيد. فلذلك يعني نحن ندعو إلى اتفاقات وقف إطلاق النار مثلا في إدلب الآن، وندعو إلى وقف العنف حتى يكون فرصة لنجاح العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة. نعم. ماذا عن ملف العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة؟ غدا ستعقد القمة الخامسة بين الرئيسين السيسي وترامب، ما المنتظر؟ طبعا يعني العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر علاقة عميقة وتاريخية. احنا نتعاون في عدة مجالات مختلفة، في مجال الأمن، في الاقتصاد، في التبادل الثقافي، في التعليم. هناك ملفات كثيرة ومصالح مشتركة كثيرة. وأيضا نعتبر مصر دولة يعني تلعب دور قيادي في حل الأزمات الإقليمية، فلذلك نتطلع إلى نتائج هذه اللقاء، وإن شاء الله يعني سنرى النتائج. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذة إريكا تشوسانو. شكرا. شكرا جزيلا. يعني كان هذا الحوار مع الأستاذة إريكا تشوسانو المتحدث باسم الخارجية باللغة العربية الخارجية الأمريكية.